هتلاقي مثلا انه صح، الناس بترصد ضحايا اكتر من القتلة فعلا. العنف اللي بيحصل احيانا حوالين عدم التنظيم، زي مثلا المترو او شارع العيش مثلا، الناس اللي طوابير احيانا طوابير العيش. ففي جزء في العنف ما هوش اصيل، هو جزء في العنف له علاقه بالتنظيم، له علاقه بالحصول على الموارد، له علاقه بندره الموارد نفسها. فالعنف اللي بيحصل في الشوارع نتيجه للزحمه، ان الناس تنزل تتخانق مع بعض لان مش عارفين يمشوا. لما تفكري في مواطن بيقضي ساعتين ثلاثه يوميا في الشارع في الحر والزحمه والعرق والتراب، طب هو لازم يبقى عنيف. لكن لو انت نظمت الدنيا العنف هيقل. فاللي انا اقصده انه المواطن ما هوش عنيف، لكن موضوع تحت ظروف في بتدفعه للعنف.